دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهوريه، مساء الخير على حضرتك. اهلا يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. الرساله الان لاولياء الامور، الحقوا الطعام بسرعه لو سمحتوا. ايه المطلوب؟ ايوه ابدا، هو ضمن منظومه التطعيمات اللي الدوله كلها بتسعى اليها، وزي ما حضرتك كنت بتقول من شويه الدوله حطت كل الامكانيات والطاقات لتوفير اكبر قدر ممكن من اللقاحات ومن مصادر متعدده، والحمد لله عندنا يعني كميات اللقاحات اللي بتحصل عليها مصر تدريجيا موجوده وكميات كبيره، ويمكن واحنا بنتكلم النهارده عندنا اكثر من 31 مليون جرعه. عدد الطعام لحد دلوقتي بيقربوا من 14 مليون او اكثر، ففي ناس تقريبا عدد ضخم خد الجرعه الثانيه، فهي مناشده للحصول على اللقاحات. هدفها الاساسي توفير الحمايه للمواطنين والطلاب والتلاميذ. وسيادتك طبعا احنا اتناقشنا الاسبوع اللي فات او اللي قبله استاذ احمد، على يعني توجيهات السيد رئيس الجمهوريه بتطعيم كل الكوادر التعليميه وكل الطلاب في الجامعات وفي الاعضاء التدريس والعاملين وكل الفئات الاخرى من العاملين واعضاء التدريس في التعليم ما قبل الجامعي والفني. وهذا التعميم بيشمل التعليم الحكومي والخاص والاهلي والفني وكل انواع التعليم. هو الهدف ايه يا استاذ احمد؟ اتفضل. اتفضل. الهدف حاجتين، حمايه منهم ولهم. منهم ان هم ما ياخدوش عدوى من الاختلاط، او طبعا اللي عايز اكده هنا قبل ما اكمل الجمله دي، ان هذا التطعيم لا يغني عن الاحتياطات الوقائيه والاحترازيه. التباعد الاجتماعي، النظافة، عدم ارتباء أو ارتداء الكمامات، واستخدام وسائل النظافة والتطهير، كل دي عوامل أساسية. نعم. على التوازي التطعيمات. التطعيمات ثبت عالميا أنها بتحد من انتشار الفيروس من ناحية. نعم. قد لا تمنع العدوى لكن بتحد. والحاجة الثانية المهمة والأهم أنها بتقي من المضاعفات الخطيرة ناتجة عن الفيروس. العالم كله ما زال المرض منتشر فيه. في سلالات جديده جدا منتشره. احنا ماشيين في الموجه الرابعه. وبنحتويها بكل الوسائل الوقائيه والاحترازيه وتوفير كل الوسائل التشخيصيه والعلاجيه، ونرجو ان احنا حفاظا على ابنائنا، حفاظا على زملائنا في اعضاء التدريس وعلى العاملين، بناخد التطعيمات، وفي نفس الوقت الاهل اللي ما خدش فيهم التطعيمات يقدر ياخدهم، وهكذا. سياده الوزير، احنا النهارده بنتكلم على التطعيم لاولياء الامور وليس الطلبه اللي هم من اول رب. احنا عندنا طلبه الجامعات. كلهم هيطعموا. نعم. انت عارف سيادتك دلوقتي بقى في احتماليه لتطعيم من 16 ل 18 سنه. لغايه قريب اقل من 18 سنه ما كانش موجود. نعم. فسمح ببعض انواع التطعيمات انها تتاخد من 16 ل 18 سنه. كويس. في دول جابت اقل من 12. الطلاب الجامعات اللي هم في بعض طلاب الجامعات بيخشوا سنهم اقل من 18 سنه. نعم. هنحاول نوفر لهم التطعيمات. لكن هذه المناشده لاولياء الامور في ما قبل التعليم الجامعي وليس للتلاميذ بتوع المدارس. لسه ما دخلوش او لم يجاز يعني السماح لهم بالتطعيمات لا عالميا ولا محليا. نعم. طيب ده معالي الوزير، لو انا بتكلم اولياء الامور اللي ما اتطعموش، هل بكره يودوا اولادهم ولا يستنوا لحد ما يتطعموا؟ لا، يودوهم يا فندم حسب القواعد الموجوده. وحسب الاحتياطات اللي موجوده، ثم يسعوا للحصول على التطعيم. طيب. وزي ما قلت لحضرتك، زي ما احنا بنطعم الساده المدرسين. نعم. وزي ما بنطعم الساده العاملين. وزي ما بنطعم اساتذه الجامعات. وزي ما بنطعم العاملين في الجامعات. بنطعمهم دي حمايه لهم. وحمايه للطلاب. حمايه لهم يعني حمايه لهم وحمايه من المخالطه اللي موجوده. نعم. نفس الشيء بينطبق على التعليم ما قبل الجامعي. انت بتطعم كل العاملين. نعم. بتطعم كل اعضاء التدريس. بتطعم كل اللي موجودين الفئات الاخرى من العماله المساعده
او الفنيه او الامنيه او النظافيه، كل ده كل ده بتحمي هؤلاء الفئات دي، وفي نفس الوقت بتحمي التلاميذ او الطلاب. فالنهارده